السلام عليكم شباب تاني سنة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نحل مع بعض كده كويز بي بارت 1 من شابتر 1. واحنا اتفقنا مع بعض يا شباب الهدف من حل الكويز انك تشوف اخطائك ايه. احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نجيب امتحان يكون انسين عشان نعودك على نظام ثالثه سنة. تشوف فكره جديده انت حليت فكره مشابهه ليها بطريقه جديده بس كله في نفس السياق اللي انت درسته. تعال نشوف كده اول سؤال عندنا. بيقول لي if the time taken by an oscillating body to make one complete oscillation. يا جماعه طب one complete oscillation تبقى دي ايه؟ طبعا ده 0.2 periodic time. then the number of complete oscillation done by the body in 50 second is كام oscillation. احنا عارفين من الترينجل بتاع البريودك تايم عندنا هنا البريودك تايم equal total time divided by النمبر. احنا عايزين نمبر، يبقى النمبر عبارة عن total time divided by periodic time. التوتال تايم كامل الدهوني 50، periodic time كام 0.2، على الكالكوليتر هتطلع 250 oscillation. بعد كده يبقى اجابتي كده letter C. بعد كده بيقول لنا the ratio between the periodic time and the frequency of an oscillating object، محتاج مني two answers. تاني كده ratio between periodic time and frequency. طب ما تيجي كده نجرب حاجتين، مرة t1 over new مرة new 1 over t ونشوف اللي هيطلع. تعالى معاي، لو قلنا t over new equal t over فوق new 1 over product time، تحت تحت يطلع فوق يبقى تي بورتو. ادي اول واحده صح. طب بعد كده لو جينا قلنا ادي تي اوفر النيو، طب هفك التي 1 اوفر نيو اوفر نيو. طب احنا عارفين تحت اللي فوق ينزل تحت، يبقى 1 اوفر نيو باور 2، يبقى دي كمان صح. يعني اجابتنا هنا ليتر سي وكمان ليتر اي. السؤال اللي بعده، السؤال اللي فات ده حلو قوي يا شباب، تركزوا كده وشغلوا مخكم معايا. نمبر 3 بيقول لي a tuning فوق makes 800 amplitude in 400 ملي seconds. ماشي given مدهوني كده، عايز يعرف الفريكونسي. كده كده عشان تحسب الفريكونسي ادي نيو، معلش كبرت مننا كده شويه، بص معايا ادي نيو تاني برضو اخر مره بقى ادي نيو equal n over t. ماشي طب الn بكام؟ ده الn هنا عشان نجيبها على فكرة هي عبارة عن ايه؟ انا عارف ان one complete oscillation فيها four amplitudes، يعني عشان نجيب الn هنعمل عدد الامبليتيودز كلها divided by four، صح كده؟ يعني 800 divided by four تطلع 200 oscillation. ادي اول حاجه يبقى الn equals 200. طب التي قال لي equal 400 ملي سكند، يبقى 400 multiply 10 to power negative 3، تحسب على الكالكوليتر عادي تطلع 500 هرتز. يبقى انت عارف ان 1 oscillation 1 oscillation equal 4 amplitude. طب احنا عايزين عدد الاوسيليشن فعملنا divided 4. طب كده يا شباب فلما اقول لك 4 امبليتيودز كم اوسيليشن؟ تقول لي 4 divided by 1. طب لما اقول لك 8 اسف معلش قلت 4 امبليتيودز كم اوسيليشن؟ 1 اوسيليشن. طب لو قلت لك 8 امبليتيودز هتعمل divide 4 يعني 2 اوسيليشنز. فهمنا الفكره؟ نمبر 4 بيقول لي the pendulum moves freely if the time taken to move from x to y is 2 seconds. from x to y التايم ده 2 second. هو x ال y عمل كام oscillation؟ ولا واحدة، ده عمل نص. طب انت عايز مين؟ انا عايز الفريكونسي. ادي الفريكونسي n over t ال n 0.5 ال t 2، يعني هتطلع يا شباب quarter 0.25 هرتز بالشكل ده. بعد كده
بيقول لنا at the moment of passing the vibrating body by its maximum displacement. احنا عارفين بندلم بالشكل ده، هو طالع ال V بتاعته بتقل، ال V هنا بتكون زيرو، هو نازل هيعدي على الريست بوينت بتاعته، فال V بتكون اعلى حاجة بتكون ماكسيم، فبالتالي لما يعدي على its maximum displacement وصل maximum displacement بالظبط كده اعلى نقطة اللي السرعة عندها بكام؟ السرعة عندها بتكون بزيرو. بعد كده بيلي all the following are electromagnetic waves except من عارف الليزر ده لايت، الجاما ريز برضو اشعة صادر من الصن، راديو ويفز نفس الكلام، يبقى مفيش غير الساوند هي اللي تعتبر نوت الكتروماجنتيك لانها ميكانيكال نيدز ميديا. The wave transfers احنا زي ما اتفقنا سؤال نظري، waves transfers energy مش البارتيكلز يا شباب. نمبر 8 بيقول لنا the opposite figure shows a hanged load in a spring then its velocity vanishes هتبقى زيرو at point C. احنا شايفين هنا النقطة X دي تعتبر rest point، كان هو طالع نازل طالع نازل طالع نازل، عند Z هيكون في maximum displacement، عند N هيكون في maximum displacement، يعني عند Z وعند ال N ال V هتكون بزيرو، يعني كده عند Z عند N عشان دي عندها maximum displacement يبقى B Z and N، مفهوم كده. نمبر 9 بيقول a simple pendulum takes 0.1 second to move from rest point to maximum displacement. يبقى ده مين؟ ده time of amplitude 0.1. حلو، عايز frequency ماشي، انت عندك periodic time كده كده equal time of amplitude multiplied 4، يبقى 0.1 multiplied 4 equal 0.4 second. طب انا عايز مين؟ عايز frequency، frequency 1 over periodic time يبقى 1 over 0.4 تطلع معانا على الكالكيتور ب 2.5، 2.5 كده بالشكل ده، دي اجابتنا 2.5 طبعا هرتز عشان ده frequency. نمبر 10 بيقول لنا when the number of complete cycles done by vibrating body in 1 second increases 3 times then the periodic time while periodic time equal A equal total time divided by ln. فبيقول لي لو التايم ده 1 second ماشي، يعني خلينا 1 ثابت، فبالتالي الريليشن ما بين البريودك تايم والان انفرس ريليشن، فبالتالي لما نقول ان النمبر اوف اوسيليشنز زاد 3 مرات اللي هيحصل البريودك تايم هيقل 3 مرات، يعني هيقل للثيرد بالشكل كده، يبقى decreases to third. اتمنى يكون فهمنا يا شباب، لو حد عنده خطأ هو عرف الغلط كده في ايه، ولو حد قفل بنشكره برضو. وديك شفت الموديل انسر بتاعت الكويز بتاعنا، اشوفكم ان شاء الله في كويز جديد، مع السلامة يا شباب.